كان في قصة كنت كاتبها في الكتاب الأخير، كنت بقول إن في واحد اتجوز واحدة أهلها مشهورين قوي بعمايل سمك صيادية الصينية، فنزل جاب السمكة كبيرة كده، وبعدين قال للبنت بقى يلا بقى حبيبتي يعني السمك بتاعكم بقى انتوا مشهورين بيه، العيلة بتاعتكم يعني أحسن عيلة تعمل السمك ده. فالبنت قامت قطع الديل وقطع الراس وقامت واخدة نسيرة كبيرة رميها بره. فالتاني قاعد بيبص كده اللي هو يعني إيه ده؟ طب الديل ماشي يعني دي ليه؟ قلت له ما اعرفش، انا اختي الكبيره علمتني كده. اختي الكبيره اساليها ازيك اخبارك ايه الدنيا احنا ليه شلنا السن، قالت لا ما اعرفش ماما علمتني كده. تطلب ماما الدنيا العيشه، قالت لا ما اعرفش دي جدتك علمتني كده. انت متصله بجدتها، قالت لها يا بنت سنه كانت صغيره يعني يعني أيوه. زمان الصواني ما كانتش بالحجم اللي دلوقتي الدنيا بتتغير. أيوه. فعشان كده كنت بقى شلت الحاجه دي. فطلع الموضوع عاده وفضل الموضوع مستمر، محدش دور ولا واقف يعني الكلام ده بيتقال ليه او اللي بيحصل ده بيحصل ليه. فلازم حد يتوقف، وده فعلا لما بتكلميني في بتقولي لي هل الكاريكاتير يغير، هل الكلام يغير؟ اه طبعا، ما ده الوعي، ما ده الوعي، ما انا بوعي الناس.